لو الحكاية فيها إن فيتو. كلمني عن قطر الدرجة الثالثة، إيه اللي بيحصل فيه؟ قطر الزبالة وكل حاجة وحشة فيه، البياعين والزحمة طب الحمامات، النظافة، كلمني عن نظافة القطر. نظافة القطر ما حدش منظف القطر ولا سائل فيه وشمس، الناس مش مرتاحة في القطر. أنت لك كم سنة بتركب القطر ده؟ بعد 3 سنين أنا رايح جاي من الإسكندرية. حسب مشاكل مثلا الباع اللي هم بيجيوا في القطر دول بيحصل منهم مشاكل؟ ايوه دوشه وصداع والناس مش عارفه تقعد في القطر وفي نشالين وكده. هل في ناس كان شفتهم بيناموا في الحمام زي ما بيقولوا؟ لا لا، بس في الفرقه وبين العربيات في ناس بتنام، في ناس بتخش الحمامات. انت عن نفسك تعرف تعمل حمام في القطر ده الزباله ده ولا؟ زحمه زحمه و ما ينفعش، الريحه تدوش عليك وحشه و... ايه المشاكل التانية اللي انت شايفها في القطر؟ مشاكل كثيرة، البياعين والزحمة والزبالة تلقاها على الكراسي. طب انت القطر اللي ركبته فترة العيد، فترة العيد بتبقى مشكلة جامدة. فترة العيد زحمة وما تعرفش واقف على رجل واحدة، النشالين و... هل حد من البياعين كان معاهم سلاح مثلا ابيض يتعرض للناس ولا حاجة؟ لا 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 لا، عادي بيبيع هم بس بيزعقوا، مش معاهمش سلاح. كل حاجة عن قطر الدرجة الثالثة، زحمة ولا الدنيا؟ أنا ركبت في بتاع واحدة ونص ونزلت ثاني. ليه؟ ما فيش مكان، الناس متبهدلة يعني، واللي دايب برضه الثاني يزحم مني. أنت رايح فين؟ رايح أسوق مركز صدق. هل مشاكل القطر الدرجة الثالثة في الزحمة بس ولا الحمامات جوه حلوة ولا وحشة؟ لا الحمامات برضه تعبانة، بس خلينا ندور على الركب الأول وبعدين الحمامات، الواحد حتى بعد ما ينزل يعملها. بتحصل في سرقة مثلا، مشاكل جوه؟ لا أنا عمر ما سرقت في القطر. طب شفت حد حكى قدامك إن في سرقة في القطر؟ أيوة نشوف قدامك فين. طب المشاكل في العيد يقول القطر عامل ازاي؟ انا بيقول الناس بيركبوا فوق بعض. انا جبت عامل حساب يروح قبل العيد باسبوع، انا قبل الزحمه. انت بقى لما تيجي تركب القطر تركب، هل اتعورت قبل كده انك انت تركب؟ لا لا. هل سبق انك انت قعدت في القطر واقف كتير؟ ايوه المشوار كله تبقى واقف بس. الارفف، انا الناس بيقولوا لي احنا معانا عيال وساعات نخلي نحطهم على الارفف عشان يعرفوا يسافروا. ايوه الارفف بتبقى مليانه للكراسي وقتها، شنو مثلا كراسين وحاجات وعيال وناس كله مليان، والكراسي والطرقه وحتى دوره الماء تبقى مليانه. النظافه بقى، كلمنا عن نظافه القطر. كل ما يرمي من الشباك يرمي دول القطر زي دول زي برا. يعني القطر يعني النظافه جوه؟ لا ما فيش نظافه، جوه زي بره ورق يعني، بعد ما يفش نظافه. كلمني، انت بتركب القطر الدرجه الثالثه كتير وانت كطالب، كلمني عن حياتك ورحلتك في القطر بتبقى عامله ازاي؟ والله هي فعلا معاناه جامده، اول معاناه جامده فعلا من اول ما بتركب لحد ما بتنزل، مجرد ان انت تطلع بس القطر فيها صعوبة جامدة جدا، انت تطلع القطر اصلا، ما بالك بقى وانت واقف جوه. بياعين حاولنا نشوف اي حل للمواضيع الحاجات اللي احنا بنوصلها دي، في حلول كتيرة بس محدش بيسمع، محدش بيتكلم عن القطر. عشان تيجي تكلم كومتاري تقول له يا عم البياعين دول، طب وفر لهم مكان في القطر، البياعين دول وفر لهم مكان في القطر، احنا بنبقى فيه الطرقة دي يبقى في ناس نايمة تحت الكنبة، احيانا يوصل ان في ناس ما فيش مكان فبتنام تحت الكنبة بين الناس. خصوصا الطرق ملانه والروح الناس ما فوقيها، فما فيش مكان ينزل تحت الكراسي والجيران. الارفف بقى، هل في حد بيحط اطفاله فوق الارفف فعلا زي ما بيسمعوا؟ اطفال ورجاله، اطفال ورجاله، شباب الجيش كلهم ما بيفكروش اصلا انهم يقعدوا على اللي بيلحق مكان على الارفف اقل من الكرسي، لان هو مسافر مسافه طويله جدا عشان يوصل لحد المسافه كلها. طبعا فيها ضرر لي ان انا افضل قاعد مكاني كده، غير بقى ايه قصد الشعب نفسه طبعا طبعا غريب، ان هو الزباله اللي بيتكلم عليها هو اللي بيعملها، يبقى قاعد قدام واحد ماسك لب كل سوداني عمال يقشر كلام في الارض، تبقى السجاير بكميه رهيبه. تحس ان القطر نفسه اللي بيشرب سجاير، مش الناس بتشرب سجاير، من كتر كميه الدخان اللي طالعه
نعم. هل سبق ان انت حاولت تتكلم مع حد من القطر وعامل معاك مشاكل مثلا ويشد معاك؟ لا ما حدش بيعمل يعني ايه معلش، الناس عندهم يامنوا يعني لما تيجي تتكلم مع واحد مش تقول له حرام حرام عشان ما تضرنيش قاعدين مع بعضينا، ففي يوم يعني ياخد سيجاره ويقف يطلع بره يشرب قهوه حتى او يقف في عيد يشرب قهوه حتى. بس يعني هي فعلا لو بتتكلم عن موضوع النظافه الخالص يعني لو بتتكلم عن موضوع الحق هم ما بيطلبوش ليه؟ انا لو بطالب بحقي المفروض يبقى ليا تعامل احسن من كده. مش انا مش انت مش انت بتعاقبني على ايه؟ بتعاقبني على ان ربنا خلقني كده؟ المفروض المفروض يعني على اقل على اقل احتمال ان انت تنظف البتاع دي وتخليها على عدد الركاب بس وتزود الرحلات. الحمام بقى انا في ناس بيقولوا ان هم بيقعدوا الرحله، الناس بيقولوا بيقعدوا الرحله كلها يعني مش عارفين يعملوا حمام وبيستنوا لغايه ما ينزلوا عشان ده مش بتاع اصلا يعملوا حمام، ده حمام نفسه اللي بيعمل فيه حمام بيبقى قالب ريحه العربيه كلها. لا في ميه ولا في اي حاجه وتعامل اصلا مفيش اي حاجه من الحياه الادميه اطلاقا. بس ساعة العيد بقى انا ركبت ساعة العيد لقيت ان الحمام ده نفسه بيبقى فيه ناس وقاعدين فيه. ده في العيد وفي غير العيد في ايام الايام في كل المواسم يعني انت عارف خط خط صيدا يعني عليه حمل رهيب عليه حمل رهيب جدا. اصلا دلوقتي ده اصلا جاي من بورسعيد الصيف يعني هو اصلا جاي شاق لما يقف هنا بعدد يعني احنا كنا في اوقات كنا بنقول ازاي الناس اللي هو اللي بره على الصيف دي هتركب جوه. فالناس اللي كانت جوه تركب وبعد كده في ناس تركب من الجيزه والحته دي. بس هي المشاكل اللي بتحصل في القطر مش حاجه مشاكل ثانيه غير بقى مع موضوع البلطجه بتاع البياعين والكلام ده. لما بتحصل خناقات انا شفت بياعين سوريا ونار وبتاع وواد وصاوي حاجات كتيره يعني. قول لي ايه رايك في قطر الدرجه الثالثه؟ حصل معاك فين الناس بتعاني منه مشاكل كتير وبالنسبة للحدث والحمامات مش قد كده وزبالة. البائعين البائعين بيعمل معاكم مشاكل ولا مشاكل ايه ازاي؟ بيعمل مشاكل معاكم معاكم مشاكل ازاي يعني؟ بيعمل معاكم مشاكل ازاي؟ ازاي؟ بيحرش في الناس وبيعمل مشاكل وعايزين يبقوا بالعافية والكلام ده. هل الحمامات هل مثلا في ناس تقعد في الحمامات من كتر الزحمة؟ ايوه ايوه بننام بتنام في الارض بتنام في الارض من كتر الزحمة. انت بقى بتركب بقى هل سبب انك انت عملت مشاكل انت بتركب او اتعورت او حد اتعور قدامك ان هو بيركب القطر كتير؟ ايوه كتير كتير اوي ناس بيتعور ناس بتعمل مشاكل كتير. انت في القطر بقى ومشي ايه اكتر حاجه ضايقتك في القطر؟ اكتر حاجه ضايقتك اللي هي دي اللي خلاني حلفنا مركبوش تاني؟ العسل والهمان. الهمان العفانه بس العفانه والاهمال والمرفانه والاهمال قلة البياعين، البياعين برضه مهملين وبيرموا الفترات بتاعت بس السرقه والبلطجه في كتير السرقه ايه. طب النور بقى النور بتاع القطر شغال ولا مش شغال؟ شغال. طب الكمسارية نظام الكمسارية مع ما عملته مع الناس عاملة ازاي؟ الكمسارية؟ ساعات بيزعقوا مع الناس